طريقة تجديد العقوبة 2000 جنيه برمى للفدان، وإذا جت عربية المطافي 2000 جنيه تانيين. كويس. تاني حاجة يعني خدنا العصا زي ما بيقولوا، ثم إذا جت عربية المطافي إنها تروح تطفي الحرق اللي بيعمله الفلاح، التكلفة الإجمالية. ماشي. فمبلغ المفروض مؤثر كبير. ولكن طبعا زي ما حضرتك النظام قبل كده كانت كل الغرامات اللي على المزارعين بتنزل قبل الانتخابات والبرلمان لما يجي، فاحنا نعمل وهم، لانه ما كانش كده تحصيل فوري، ما فيش تحصيل خالص، ما كانش في تحصيل، وكان بتسقط العمليه وبتتلغي، فبالتالي زي وبترفعش. يعني كويس. فكانت يعني كومفلاش يعني. كويس. طيب ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه بنتدخل والدوله تضخ فلوس علشان تحاول تجمع اكبر كميه من قش الرز وتمنعه من الحرق. تمام. فكانت بتشتغل على كذا محور. محور الاوراني برنامج اسمه المزارع الصغير، بيعمل ايه؟ بيعلم الفلاحين ازاي يحولوا قش الرز الى علف، من طريقه ان انا بديك سماد اليوريو والبلاستيك، وبعلمك تعبيه يعني تكمره ازاي، تعمله يعني كومه بشكل معين، ترش ويتغطى، وده هيبقى علف ليك، فيقوم ما يحرقوش، ياخدوا العلف الحيوان، والعلف غالي. الكلام ده جميل، الفلاحين تقبلوا الكلام ده وعلمتوهم، واضح انه ما حصلش برضه بشكل كافي. لا لا لا، في احنا بس الكفاءه بتاعته 100,000 طن. كويس. فبتاع الكفاءه مش اللي انت عايزاه، مش الفاعليه اللي انت عايزاه، لان انت بتواجهي السنه دي مثلا 4 مليون طن السنه دي اتحرق. يعني الرقم ده يحتاج لتدقيق، هو 4 مليون طن، لأن بيطلع عن كل فدان